احكي لي حكايه ما تقومون به في رومانيا واغاثه المنكوبين واللاجئين من جراء الازمه. بص يا فندم، احنا طبعا جمعيه الهلال الاحمر المصري ده جزء من اداره الازمات والكوارث على مستوى الدوله، واحنا طبعا في توجيه من في خليه لاداره الازمه والكارثه بتاعه الازمه الروسيه في مجلس الوزراء، والهلال الاحمر المصري ممثل فيها طبعا طبقا لتوجيهات القياده السياسيه نحو مساعده المصريين العالقين في اوكرانيا ودول الجوار. هنقول ان الخطه ديت الخطه رقم 3، عندنا خطه رقم 1 كانت في مصر، عندنا خطه رقم 2 كانت في دول الجوار، عندنا خطه رقم 3 داخل اوكرانيا. طيب نتكلم بقى عن الخطه اللي حضرتك ذكرتها اللي هي رقم 2 بشان دول الجوار. عندنا رومانيا وعندنا المجر وعندنا بولندا، دي الدول اللي المصريين بداوا يخرجوا فيها من على الحدود وبداوا يخشوا على الدول الاوروبيه. كانت الخطة اللي اتصدقت عليها من مجلس الوزراء ان الهلال الاحمر المصري يصفر فرق اغاثة دولية تخش دول الجوار. عندنا فريق في رومانيا بقاله 5 ايام، عندنا فريق في بولندا بقاله دلوقتي 48 ساعة، والفريق الثالث بيجهز عشان يتحرك في المجر. الفريق ده عنده مهمة واضحة وصريحة، الا وهي وزيادة الكفاءة لعمليات الاغاثة الدولية الخاصة بالمصريين في دول الجوار. الفريق وصل من 4 ايام، بدأ يمارس مهام العمل بتاعته، تواصل مع السفارة المصرية وتواصل مع الصليب الأحمر الروماني، لأن احنا طبعا عندنا في بروتوكولات في العمل في الدول في العالم كلها ان ما ينفعش هلال او صليب يخش دولة الا بما ياخد الإذن من الصليب اللي موجود في الدولة. عملنا عمليات تنسيق طبعا كبيرة جدا على مدار من اول ما ابتدت الأزمة مع الصليب الأحمر الروماني، الصليب الأحمر البولندي، الصليب الأحمر المجري، الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب، واخيرا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اللي هي معنيه اصلا بالازمات والحروب في دوله اوكرانيا. حلو. والصليب الاحمر الاوكراني. التنسيقات دي كلها حصلت على مدار اسبوع كامل من الازمه، ناحيه ان احنا بنقول للناس دي احنا داخلين، ان احنا محتاجين ان احنا نتواجد وناخد الشرعيه القانونيه، لان احنا خلي بالك ان احنا دلوقتي بنقول ان احنا بنوبريت او بنشتغل في دوله اجنبيه، ففي هنا غطاء قانوني الدوله المصريه بتستخدم الجمعيه في هذه الظروف. طيب الفريق دوت نجح ان هو يوصل على الحدود، عندنا كذا معبر في رومانيا، اهم معبر هو معبر سيرت. الفريق دخل بدا يحط مركز الاغاثه الدولي بتاعته، حط عليه علم مصر، حط عليه علم جمعيه الهلال الاحمر المصري، جهزوا تجهيز كامل عشان يبقى مركز اغاثه ومركز طبي، مركز اتصالات ومركز لتسهيل عمليات النقل للمصريين من المعبر الى داخل دوله بوخارست، اللي داخل مدينة بوخارست عشان نقدر بعد كده نرجعهم مصر. الفريق بدأ برضو مهمة تانية وهي اكتساب المتطوعين المصريين اللي موجودين في رومانيا. ودي ابتدينا فيها منذ أكثر من أسبوع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستمارات قدرنا نجيب متطوعين. بعد ما جبنا متطوعين قمنا بعملية تدريبهم، مرناهم أونلاين ومرناهم فيزيكالي لما نزلنا على دورة رومانيا. فبقى عندنا دلوقتي 5 متطوعين واثنين موظفين بنسميهم فريق الاغاثه الدوليه، دي غرفه الازمات والكوارث. ديت في مطار وارسو بولندا. الفريق المصري نجح ان هو ينقل 42 شخص. دوت المركز، الصوره اللي فاتت دي هو مركز الاغاثه في دوله رومانيا على الحدود. حلو. دوت المصريين في دوله وارسو، ده الاتوبيس بتاع الهلال، ده رومانيا، ده الفريق المصري، ده في مدينة وارسو. لا ده ده على الحدود. ده اللي على الحدود، حدود الرومانية الأوكرانية. عظيم. ده دخل الطيارة، ده الفريق الأولاني اللي راح في الأول جاب 150 طالب، ده في السفارة المصرية في رومانيا، ده مركز الأزمات والكوارث الخاص بالهلال الأحمر المصري في جمهورية مصر العربية اللي بيتابع العملية كلها الدولية. حلو قوي قوي، كمل كمل يا دكتور، ده انا سعيد. تمام. عندنا في جزء كبير جدا احنا بنعمل حاجه اسمها ريموت مانجمنت. يعني ايه ريموت مانجمنت؟ يعني احنا بندير العمليه الاغاثه الدوليه دي من مصر. من خلال ان احنا متابعين كل مواقع التواصل الاجتماعي، كل الجروبس بتاعه الواتساب، كل الجروب بتاعه التليجرام، كل الناس اللي هي موجوده على كل الجروبس ديت احنا بنتدخل معاها وبنتفاعل وبناخد بلاغات الاستغاثه وبنعمل مكالمات دوليه وبنوصل الناس ببعض. جزء كبير برضه من عمل المركز ده هو اعاده الروابط الاسريه، يعني الناس اللي بتوصل على الحدود فخدوا تقريبا ممكن 3 ايام في الطريق،
في اللي مش نام كويس، في اللي واقف، في اللي ما اكلش كويس. طبعا عمليه صعبه جدا، اول ما بيوصل الحدود بيبقى حاسس ان هو يعني خلاص بدا ياخد نفسه. لما يبدا يقابل بقى مركز ويلاقي مصر وصلت له لحد الحدود، فدي حاجه جميله جدا ان هو خلاص. يعني انا كنت فاكر ان مصر هوصل لها لما اجي القاهره اواجه بلدي في المحافظه بتاعتي، لا، بس احنا هنا بدايه الخدمات بتبتدي من اول الحدود. بالاضافه طبعا الى توجيه الناس والتعامل مع الصلبان في المنطقه دي كلها، وعمليه التنسيق لو جالنا اي طلب او اي ريكوست ناحيه ان في حد مفقود، حد تايه، حد مش عارف يوصل لاهله، حد مريض، حد على حسب، بنقدر احنا بقى طبعا نتواصل ونلم الريكوستات دي كلها ونقدر ان احنا نشتغل عليها.